كنا نايمين ما بنعرفش ايش فيه، فجأة تفاجأنا بإطلاق نار كثيف. بالأول إطلاق نار إطلاق نار إطلاق نار، ايش فيه ما بنعرفش. فجأة صار قصف مش طبيعي في الدور، طبعا شيء مرعب جدا. ناس آمنين حكوا لنا انها منطقة آمنة وجينا فيها المنطقة الآمنة، وهي اللي صار، في شهداء في بيوت مدمرة، وهي اللي حصل يعني. انا شوف يعني مش مخلينش انا هالكيس ساكنه غاد، خشت على ابني الرصاصه من الشباك، الحين اخذك تصورها، خشت وخزقت الخزانه ورجعت عليه على التخت. ليش هم بدمروا فينا؟ احنا ايش ذنبنا؟ احنا عالم على قد حالنا يعني من ايش بدي اقول لك، احنا ناس ما بنقدرش نعمل اشي، طب ايش ذنبنا احنا هيك؟ يعني الاطفال هذولا اللي كلهم اتصاوبوا، المره صاحبه العيله رقبتها انكسرت من الحجر، الاب انحرق وشه، الاخوه راح على الكويتي، ما لقيناش بلانس ينقلهم، جبنا سياره من الشارع تحملناها غصب عنه ركبناهم، طب ايش نعمل احنا يعني؟ اكثر من هيك على كفه.